ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم ان شاء الله بدنا نكمل الـ A priori algorithm اللي هي بتستخدم في استخلاص association rules من a set of transactions. set of transactions كان اللي هو بنرجع لورا شوية عشان نذكركم، هاي هذا عبارة عن set of transactions. الترانزاكشن الواحد بتكون مجموعة من الايتمز. الآن الالغوريثم الـ A priori algorithm هي عبارة عن الطريقة لاستخلاص rules association rules اللي نقدر نستخدمها في إنه نحن نعرف الايتم الفلاني إيش عادة لو تم شراؤه، إيش عادة ممكن يكون أيضا ينشر معه. فنرجع تاني للالغوريثم، بس برضو نركز على نذكر بمفهوم الايتم سيت. الايتم سيت اللي هو اي تشكيله من الايتمز، مجمل الايتمز المتاحه اي تشكيله منها بشكل ايتم سيت. الان الايتم سيتس هذه ممكن تبقى مفرده او ممكن تبقى زوجيه او ثلاثيه او اي طول حسب قديش عدد الايتمز اللي عندنا. هنا ايتم، هذا الايتمز اللي عندنا A B C D اربع ايتمز بس، فبنقدر نشكل اما فردي او ثنائي او ثلاثي او اكثر شيء اللي هو الايتم الايتمز كلها مع بعض. بعدين المفهوم الثاني اللي هو بدنا نذكر ابو اللي هو الفريكوانسي، الايتم سيت فريكوانسي. الفريكوانسي تبعت الايتم سيت انه هو هذا الايتمز قديش بتكرروا في الوين مع بعض، وين في الترانزاكشنز. السبورت بالضبط اللي هو قديش هذول الايتمز بيظهروا في قديش نسبه ظهورهم في كم ترانزاكشن من مجموع الترانزاكشنز. عندنا سبع ترانزاكشنز، كم مره ظهروا هذول التو ايتمز او هذا الايتم سيت او هذا او اي واحد. لان الفريكونسي هذه اذا كان عندي انا اذا كان عندي مينيمم سبورت، معنى ذلك انه انا معني بالايتم سيتس اللي الفريكونسي تبعتها تساوي او اكثر من هذا المينيمم، مش معني بالايتم سيتس اللي الفريكونسي تبعتها اقل من المينيمم سبورت، صح؟ لانه انا زي ما انتم شايفين الايتم لاتس، هذه ايتم سيت لاتس ممكن تكبر كثير، وانا مش معني بالايتم سيتس اللي الفريكونسي تبعتها ضعيفه، بدي ابني رولز من ايتم سيتس الفريكونسي تبعتها عاليه. اوكي. هنا في سؤال، بس انا بطلع على السبورت ولا على الفريكونسي؟ ما هو الفريكونسي، الفريكونسي تبعت الايتم سيت على اساس انا بطلع على الفريكونسي تبعت الايتم سيت، بس يعني بدي لغى الفريكونسي تاعه اقل من المطلوب، اقل من السبورت المطلوب، اقل من السبورت، اقل اعلى من المينيمم سبورت. المفروض يكون اعلى من الفريكونسي المطلوب. هو ايش الفريكونسي؟ احنا في عندنا مينيمم سبورت ومينيمم كونفيدنس. ايش المينيمم فريكونسي؟ فيش هي المينيمم فريكونسي هي المينيمم سبورت. الفريكونسي سبورت هذيك بتختلف الكونفيدنس. الكونفيدنس قدام لما بنيجي ناخذ الايتم سيتس بنحسب الكونفيدنس تبعت الرول وبنستثني الرولز اللي الكونفيدنس تبعها اقل، بس هذا لسه قدام. بنحكي سبورت احنا الان نفس المعنى للفريكونس بالضبط. هو معنى الفريكونس يعني قديش تكرارها. فهو اصلا مفهوم السبورت لما احنا حكينا قلنا انه الرول، وين رحنا؟ لما قلنا هاي رول تمام، هذا الرول السبورت تبع 57 ايش يعني؟ يعني هذا هذول التو ايتمز اجوا مع بعض بتكرار بفريكونسي اربعه من سبعة ترانزاكشنز. فمن هنا ارتباط الفريكونسي بالسبورت. تمام، لما انا بقول مينيمم سبورت يعني مينيمم فريكونسي. اوكي، اتفقنا على انه هنا بنستثني ايش الايتم سيتس اللي الفريكونسي تبعتها اقل من المينيمم سبورت، صح؟ وبنستثني اي سبسيت، اي ايتم سيت بيبني عليها. في سؤال ثاني؟ بس لو لزمتنا مثلا انه بدنا نعرف قديش الفريكونسي تبع الدي،
دي لحالها دي اللي احنا مستثنينها اساسا من الاول. عارف ليش استثنيناها؟ لانه من اقل من منهم سبورت. بس بقدر اطلع في رول برضه انه دي مش حتيجي الا لو كان معها اي يعني كفريكوانسي عالي. اكثر فريكوانسي اجى معاها مثلا على الاي الدي. بس لما يكون معك سي مثلا الدي مستحيل تيجي معك يعني او شيء زي هيك. لما قصدي انه احنا لما نستثنيها تمام بتضل بالاول وبالاخر الدي هي عباره عن برودكت. انا الدي هي سلعة. ايوه بس ايش انا مهتم في ايش الان؟ انا اكيد مهتم انه الدي هذه لو بدي انا اجيبها مع برودكتس ثانيه ايش اكثر برودكت انا بدي اضيف معها. تمام هذا ممكن. اذا انت معني بي ايش اكثر برودكت ممكن يجي معاها تمام بتشوف هذا وهذا ايش الفريكوينسي تبعتهم. بس هو هذا اصلا هذا هو السؤال انه اي ايتم ايش اكثر برودكت ممكن يجي معاه. لا احنا عاوزين نعرف انه لو انا لو الكاستمر اشترى دي تمام ايش غالبا حيشتري. حيشتري كذا وكذا. طيب بس المهم انه انا الدي هذا اذا هو نسبه شرائه منخفضه جدا تمام نسبه شرائه منخفضه جدا البيزنس لوجيك انه انا مش معني بعد هيك اذا هو نفسه منخفض كثير شرائه. يعني مثلا الصوص هذا شايف كيف بهمني امره كثير لانه نسبه شرائه عاليه صح ولا متكرر هو كايتم في 4 من 7 57 هذا مش بسيط. انا معني بال 25 فما فوق مش كان هيك المينيمم سبورت كان عندنا هنا في اول ما بدينا مينيمم سبورت. تخيل ايتمز اقل من 25% تكرارها مش هتفيدني كثير. ليش؟ لانه انا لسه ال 25 هذا اذا هو اقل من 25 لسه حتضعف ايش السبورت تبع الروز اللي بدها تنطبق منه. واخد بالك؟ واصلا احنا ليش قاعدين بنستثني؟ ليش بتستثني اللي بتفرع من الدي؟ لانه البروبابيلتي احتماليه الكومبينيشن هذه هي اقل من الكيس تبعتها. هي البروبابيلتي بس كيس يعني انا عشان احسب البروبابيلتي تبعت هذا الزوج هو عباره عن البروبابيلتي تبع هذا مضروب في البروبابيلتي تبع هذا. طب اذا كان هذا كسر 14% وهذاك ربما مثلا 13% لسه حاصل ضربهم اقل من 1% يمكن. ايوه ايوه بالضبط. فالسبورت بينخفض في هذا الاتجاه. اوكي فاحنا الان على هذا المبدا بنقدر نعمل برونينج. بنقول احنا بنستثني بما انه هذا الايتم سيت الفريكونسي تبعته اقل من المينيمم سبورت يبقى كل اللي بعده حيبقى اقل يبقى بنستثنيهم كلهم. اوكي الان بعد هيك شفنا كيف انه احنا بنعمل اول شيء بنبدا بالسنجل ايتمز. خلينا نبدا في نطلع على الستبس. ستبس الفيرست ستيب انه احنا بنبدا بالسنجل ايتم سيتس. يعني الايتم سيتس اللي بتحتوي على سنجل ايتم تمام. نحسب مين السبورت تبعهم ونستثني اللي اقل من المينيمم. الان هذول السنجل ايتم سيتس الايتم سيتس الفرديه بنعتبرهم سيلز عشان نعمل منهم التو ايتم سيتس الايتم سيتس الزوجيه صح. اوكي فبنعمل ان ذا سكند باس الالجوريثم يوزز السيل سيت هم عباره عن سنجل ايتم سيت تو جنريت تو ايتم ايش ايتم سيتس كانديديت. هنا لانه لسه هم لما نطرحهم الايتم سيتس هذول لسه بدنا نقيم بدنا نحسب الفريكوانسي تبعتهم عشان نشوف مين منهم اكثر مين منهم اقل من الايش من السبورت المينيمم. فهم اول ما بنعملهم جنريشن هم كانديديتس عشان كده بنسميهم كانديديتس. بعد ما بنقيمهم نفرز اللي اقل وبنستثنيه وبضل عندنا اللي هو اللي بدنا ناخده. الان each candidate item set is produced by joining two ايش item sets منفرده two single item sets of the seed set. اوكي فالان من الايتم سيتس المنفرده عملنا كومبينيشن ل
لان هذول كلهم عباره عن 21 كانديديتس. لما تيجي تحسب الفريكوانسي تبعهم كيف تحسب الفريكوانسي تبعهم؟ بدنا نضرب قديش هذا لحاله، قديش نسبه وجود الاثنين مع بعض في الايش، في الترانزاكشنز. كم ترانزاكشن اجى فيها بيف وبريد مع بعض، صح؟ من عدد الترانزاكشنز الاجمالي. هذه هي ليش الفريكوانسي تبعت الايتم سيت ولا لا؟ الان اللي منخفض الفريكوانسي تبعته معان المينيمم سبورت بنستثني. فبعد ما نسوي هذا العمليه طلع معاه بس اللي هو الاربعه هذول. اوكي، لان الاربعه هذول هو عباره عن سيدز لمين؟ للخطوه اللاحقه اللي هي 3 item sets، صح؟ كيف ممكن انا اعمل 3 item sets من بدي اجي على 2 مشتركين في عنصر واحد واعمل اخذ اليونيون تبعهم؟ يعني باجي بيف ملك ملك صوص وبصير عندي بيف ملك صوص، بعدين بيف ملك سباجيتي، تمام؟ اوكي، لانه انت خذ هذا وخذ هذا، ايش اليونيون تبعهم؟ اليونيون لا يحتوي على عنصر متكرر، صح؟ فبدك وخذ هذا مع هذا برضه، خذ برضه هذا مع هذا على جوين على سباجيتي، مظبوط؟ اوكي، وهذا مع هذا جوين على صوص، مظبوط؟ فبيطلع عندك الان اللي هم واحد اثنين ثلاثة، هدول الثلاثة برضو candidates. لما تحسب الفريكونسي تبعهم وتشوف مين منهم أقل منهم أعلى من المينيمم سبورت، بيطلع معاك. يعني هذا الآن أحسبها، هو حسبها هنا في، فبيضل معاه بس اللي هو هذا الميلك صوص سباجيتي، والايتم سيت الوحيد اللي اعلى في السبورت تبعه الفريكونسي تبعته من المينيمم سبورت. ماشي؟ اوكي؟ الان بعد هيك من هذا ايش انا بقدر اطلع؟ خلاص يعني لو في عندي طلعوا اثنين ثلاثيات انا ابدا ادمجهم عشان اطلع منهم كمان، مظبوط؟ لكن ما فيش شيء الا هذا. يبقى حتلقى في الان الالجوريثم في الفيز الاول تبعها اللي هو جنريتنج الايتم سيت، لانه اذا بتتذكروا الفيز الاول اول شيء جنريت ايش؟ ايتم سيتس، جنريت بدي احط هنا فريكوينت ايتم سيتس، مظبوط؟ الالجوريثم بدها تطلع لي في الاول بس الفريكوينت. ايش يعني فريكوينت؟ يعني اللي الفريكونسي تبعها اكبر من ال. بعدين الخطوة الثانية ايش كانت؟ الرولز، اللي هي الاسوسيشن رولز. فعمليا الان هذا الايتم سيت اللي طلع معنا بدي ابني منه رولز، بقدر اطلع منه كم رول؟ الان ان جنرال انا لو عندي اي ايتم سيت واي كم سب سيت له؟ هنا ثلاثة. لو اخذت بيف لحالها، لو شلت بيف هاي طلع معي ملك، هاي بيف لحالها سبست وملك مع صوص، هلا انذر سبست ولا لا؟ هاي تو سبست. لو شلت ملك، ملك لحاله سبست وبيف مع صوص، هاي كمان تو سبسيتس. هاي لسه انا الان 1 2 3 4، مظبوط؟ لو شيل صوص لحالها ايش بضل؟ بيف مع ملك، هاي 1 2، هاي 6 سبسيتس، مظبوط؟ فانا عمليا من سبسيت واحد، من ايتم سيت واحد، من ايتم سيت واحد بقدر اطلع مجموعة من السبسيتس. الآن هذا السبسيتس أنا معني أشوف إذا في أسوسيشن ما بينها ولا لا. فأنا الآن أني فريكونت
item set Y which contains at least two items. يعني لو هم بس two items, لو Y هذا بيحتوي على بس A و B. هاي A لحالها subset و B لحالها subset. مزبوط؟ مزبوط ولا لا؟ فبين هدول التو subsets تبعون I بقدر اعمل association rule زي هيك, واعمل rule تانية زي هيك. هدول two different rules ولا هم نفس الرول؟ two different rules صح؟ فعمليا لو عندي item set يحتوي بس على اثنين, انا ممكن اعمل منه two rules ولا لا؟ فما بالك لو ثلاثة, بقدر اعمل multiple subsets ومن السبسيتس هذه اعمل multiple ايش rules. الرول هذه الان كل رول ممكن اعملها is a candidate rule. كل رول ممكن اعملها is a candidate rule لحد ما احسب الكونفيدنس تبعها واشوف اذا الكونفيدنس تبع الرول اكبر من المينيمم, من المينيمم كونفيدنس بخليها, اقل من المينيمم ارميها على شركة. صح؟ الان صرنا الان في الفيز الثانية generating the rules. مش معنى ذلك بس انه انا اخذ subsets واربطها مع بعض اللي ايضا كمان احسب الايش, زي هنا نفس الاشي. هنا كنا generating item sets, قلنا to generate اول شيء candidate sets بعدين نحسب هذا ونستثني اللي اكثر الاقل منه. وهنا نفس الاشي لنا generate candidate rules ونستثني اللي اقل من المينيموم ايش؟ كونفيدنس, مينيموم كونفيدنس. الكونفيدنس تبع اي رول هو عباره عن سبورت تبع ال عندي واي الحاله البسيطه اللي هي انه واي يحتوي على ايش؟ اونلي تو ايتمز. تمام؟ بدي اعمل انا هذا التو ايتم, هذا الايتم سيت اللي يحتوي على تو ايتمز, بعمل منه كم سب كم سب سيت اثنين. هذا بدي اسميه اكس واحد, اسف هذا بدي اسميه اكس واحد وهذا بدي اسميه اكس اثنين. هذا سب سيت وهذا سب سيت صح. الان لو عملت رول انا الرول هذه اكس واحد, الرول هذا عبارة عن ايش؟ الى x2. اوكي؟ الان بديش اكتب x2, بدي اكتب y ناقص x1. بزبط؟ صح. بزبط؟ اوكي؟ بحطهم بزبط زي ما هو, زي ما حطيتهم هيك. هذه 1 رول، السكند رول x2، تمام؟ الان الكونفدنس تبع كل واحدة من الرولز هذه هو عبارة عن السبورت تبع السيت الكبير, الايتم سيت الكبير على السبورت تبع الكونديشن. اوكي؟ صح هذا الكلام ولا لا؟ لما احنا حسبنا الكونفيدنس تبع الرول, اول رول, هات نرجع تاني. هنا لما طلع معي 80%, مش 80% كانت الكونفيدنس؟ تبعت ايش؟ تبع سورس الى سباجيتي. وين الواي هنا؟ لا يا استاذ, الواي هي سورس مع سباجيتي. والاكس هي الترانزكشن. والاكس عندي هي سورس. تمام؟ وانا عامل رول بتقول من اكس الى واي ناقص اكس, اللي هي يعني مين واي ناقص اكس؟ اكس 2 خليها سباجيتي. صح؟ شيل الصوص من واي بتطلع سباجيتي. تمام؟ الان الكونفدنس تبع هذا الكلام ايش كان؟ هو عباره عن قديش نسبه ظهور, قديش السبورت تبع صوص تبع هذا الكلام كله. صح؟ واي على السبورت تبع بدور عليه هنا على اكس. يعني كم مره كان الظاهرة اكس صوص؟ خمس مرات. هذيك اربعه.
ها واي اللي هم الصوص مع السباجيتي كم مره كانت ظاهره؟ 4. كان عندي الصوص ظاهره في 5 ترانزاكشنز، 4 منهم كان معاها الصوص معاها السباجيتي، صح؟ فمن هنا اجت 80% اللي هم عباره عن ايش؟ 4 على 5. وهي هذه نفس حسبه حسبتنا هنا. اوكي؟ صح؟ نرجع ثاني. وبالتالي انا بحسب الكونفدنس الان، انا صار عندي كانديديت رولز، كانديديت رولز اللي هم هاي واحده، هاي ار 1 وهاي ار 2. اوكي؟ بدي احسب الكونفدنس تبع ار 1، بدي اجيب مين؟ السبورت تبع الست الكبير واي على السبورت تبع الكونديشن، صح؟ اذا كان اكبر من او يساوي المينيمم يبقى بخليها، تمام؟ فعندك هنا ايش اللي احنا كنا بنطلع عليه؟ البيف مع في الاول، استنى شوي. اوكي، لنفترض انه في عندي انا الواي تحتوي بس على البيف والملك. الان مش عارف تاني. الآن إكس واحد هو بيف لحاله، تمام؟ وإكس اثنين هو ملك لحاله. الآن في عندي تو رولز، رول 1 اللي هي إنه إكس واحد اللي هي ترجمتها ملك بيف ملك، صح؟ ورول 2 اكس 2 هي ترجمتها ملك البيف. الان ايش السبورت تبع ايش الكونفدنس تبع هذه؟ بيساوي الان سبورت او اسف الكونفدنس تبع رول 1 بيساوي السبورت تبع واي على السبورت تبع اكس واحد، ويساوي لو طلعنا رجعنا للترانزاكشن حتلاقي بيف وملك جايين مرتين من السبعه. وفي هو البيف جاي مرتين من السبعه، وفي المرتين جاي مع الملك. ف 29 هي عباره عن 2 على 7، وبيطلع السبورت واحد، اسف الكونفدنس واحد، كونفدنس معناته كونفدنس. بس لاحظ انه احنا مش معنيين بالكونفدنس لحاله، احنا هذه طلعت معانا اصلا لانه السبورت تبعها كان السبورت تبع الكونفدنس السيتس هذول كويس. الان بس هذا لا يكفي واحد السبورت لحاله او الكونفدنس لحاله، يعني الان الثانيه هتطلع الكونفدنس تبعها. طبعا هذه 29 هي السبورت تبعت واي، هتبقى في الحالتين معنا. هنا 57 لانه الملك السبورت تبعه عالي. السبورت تبعه عالي. وبس في مرتين منهم جاي معاه البيف، فانخفض اللي هو ايش؟ الكونفدنس تبع الرول ككل. صار 50%. الان هذه على الرغم انه السبورت كويس الا انه الكونفدنس منخفض، فخرقت احد الشرطين، الشرطين انه لازم يبقى السبورت اكثر من 25 والكونفدنس اكثر من 75، فهذه مش حتطلع حتستثنى، ويل بي ديسكاردد، حنتجاهلها. اوكي؟ يعني هو بياخذ المينيمم من الكونفدنس للتو رولز. ايوه، بس المينيمم تبع السبورت تبع السبورت بيجيني بيؤخذ في الاعتبار في المرحله في ستيج 1 في ان جنريتنج ايتم سيتس. لما اعمل جنريتنج رولز ببين معايا الكونفدنس، باخذ بعين الاعتبار الكونفدنس تبع الرول. اوكي، احنا الان هذا الجدول بيعطي لك اللي هو الريزلتس تبعت. اوكي، هي ايتم ست، الايتم ست هذا اللي هو
انت اعتبر هذا الان عمود هو واي ماشي اتم ست بيف مع ميلك الان بيطلع منه تو روز وهذا كذلك الحال لو ايتم ست ثلاثه ايتمز حيطلع معي قديش ها احنا قلنا بصفه عامه لو عندي انا ايتم ست الروز اللي بقدر اعملها هي 2 اس ام ناقص 1 صح يعني 2 اس 3 8 ناقص 1 7 6 6 لحظه شوي ايش ما هو ممكن يكون واحد منهم الكونفيدنس تبعه كان منخفض فاستثني صح ولا لا لا اسف لحظه شوي ارجع ثاني لورا ايش احنا قلنا لو انا عندي m items m items can generate هذا كيلو item sets مش للايش الصب مش للصب items خلص مش اشكال الان عندي هذه الثلاثه items ايش يعني صح الرول 2 اس ام ناقص 1 صح لا هي 2 اس ام لما يكون عندي عدد يعني الترانزاكشنز كلها اللي موجود عندي متشكله من كذا ام من الليش عدد ام من الايتمز قديش بقدر اعمل ايتم سيتس بقدر اعمل هذا الان ايتم سيت تمام احنا الان سؤالنا لو انا عندي ايتم سيت يحتوي على كذا ايتم كم رول بقدر اعمل منها اوكي فهي عموما زي ما انا سويتها تو لما كنا بدينا بالاصل بدينا بثلاث ايتمز وعملنا منهم سته بتحذف واحده بتعمل ف عملنا اللي هو سته من ثلاث ايتمز عملنا سته سب سيتس يعني سته سب سيتس هذول بدك تاخذهم مع بعض تعمل منهم رولز لان هذه الرولز الكونفدنس تبعها 100% وهذول discarded نعم تمام فاصبح ايش الخلاصه انه انت ان جنرال اذا عندك كي ايتم اوكي هي اللي كنت بدي احكي فيها كي ايتم اذا ست يعني زي هذا الست بيحتوي على كي نمبر اوف ايتمز ثلاثه فبقدر اعمل 2 اس كي ناقص 2 اوكي اللي هم سته Association rules. لا مش كل هذه الاسوسيشن رولز بتضل هذا كلهم كانديديتس حسب الكونفدنس تبع كل رول بميز اذا بدها تضل ولا لا اوكي عندي اربع ايتمز كان بي بريزنتد بعمل منهم 14 اسوسيشن رولز اوكي الان اللتس هذه اللتس زي هذيك اللتس بس هذه للرولز اوكي هذه النود الواحده هنا عباره عن ايش؟ رول هناك النود الواحده كانت عباره عن سبسيت صح؟ نرجع تاني بس بدينا احنا بالسبسيت الكبير او من الام تي عندي الايتمز هذا عباره عن كل واحد منهم عباره عن سبسيت بس سنجل ايتم هنا سبسيتس تو ايتم كلهم سبسيت من السيت الكبير واضح؟ بس عندي هنا الان في اللاتس الثاني العنصر الواحد عباره عن رول الرول الان لو انت طلعت الاساس الرول هذه بتقول اذا كان موجود A و B و C و D فما ضلش اشي اصلا ينشر اذا هم كل الايتمز اللي عندي اربعة وهو اشترى الاربعة فما في اشي استنتجه صح؟ الان لو انت اخذت واحد من هذولا تمام هنا انت ماخذ الدي شايل الدي وناقله على الكونكلوجن لو انت اخذت الدي ونقلته على الكونكلوجن هاي رول A, B, C لو اخذت السي ونقلته على الكونكلوجن بصير عندك رول ثاني اخذت البي على الكونكلوجن صح؟ انت في كل واحد من هذول نقلت لان من هذه بعد هيك ايش في احتمالات امامك؟ انك بعد ما هذه عندك الدي بس اللي في الكونكلوجن ممكن تنقل الاي معناها او تنقل البي او تنقل السي هاي ثلاث ايش؟ اوبشنز اوكي اذا نقلت السي فصار عندك الرول هذه اوكي اذا بل احنا الان بس بنعمل تمثيل لعمليه لمجموعه الرولز اللي يمكن توليدها من السبسيتس تبع هذا الايتم سيت
والسبسيتس تبعونه يمكن بناء رولز منها، وهذا للرول سبيس يعني كل الاحتمالات. هذه عباره عن رول صح، يحتوي تحتوي على الايتم سيت هذا او السبسيت هذا، السبسيت هذا في الكونديشن والسبسيت هذا في الكونكلوجن. هذا عباره عن سبسيت مفرد وهذا سبسيت ثلاثي. هنا بعد ليفل 2 ببدا يطلع على الفريكوانسي. استنى شويه، في الاول الليفل الاولاني عباره عن ايش؟ ثلاثه ايتم في الايش؟ في الكونديشن، وسنجل ايتم في الكونكلوجن. هنا التو ايتم في الكونديشن وتو ايتم في الكونكلوجن، هنا 1 ايتم في الكونديشن وثلاثه في consequently conclusion. اوكي الان ايش الان هنا في كلهم بيحسب الفريكوانسي. الابيض هذول الفريكوانسي تبعت الرول، الفريكوانسي كونفيدنس تبع الرول. اوكي الان هذا الرول الكونفيدنس تبعها الكونفيدنس تبعها لو، الازرق هذا لو كونفيدنس. الان بما انه هي لو كونفيدنس فاي رول اخرى تمام، اي رول اخرى اي رول اخرى الكونديشن تبعها، اي رول اخرى الكونديشن تبعها يحتوي على الكونديشن تبع هذه، هذه لو، هذه قررت انها لو الكونكلوجن تبعها، للاسف الكونكلوجن مش بريد كونديشن. اي رول الكونكلوجن تبعها او الكونسيكونت تبعها بيحتوي على بيشتمل على الكونسيكونت تبع رول لو كونفيدنس فهي لو كونفيدنس. يعني في اللاتس تبعت الرولز احنا كنا في اللاتس تبعت الايتم سيت كنا ندور احنا على السبورت، هنا صرنا نعمل بروننج على اساس على اساس الكونفيدنس. ماشي على اساس الكونفيدنس. بس كيف انا حسبت انه هذه من خلال المعادله حسبت الكونفيدنس تبعها لقيته اقل من المينيمم، فعلمت انها هذه لو كونفيدنس وحسبتنيها. لان بعد شويه عملت جنريت لاذر رولز لقيت انه الان بدي احسب الكونفيدنس. قبل ما احسب الكونفيدنس لقيت انه هذا الرول الكونسيكونت تبعها يحتوي على ايتمز، يحتوي على سبسيت، على سبسيت. هذا السبسيت مطابق له السبسيت تبع لو كونفيدنس رول هي هذه، يبقى هذا على طول بعلمها لو كونفيدنس بدون ما احسب. اوكي صح؟ لا خلي بالك انه التوفير اللي انا بوفره في اني انا ما احسبش هنا تقريبا بسيط. ليش؟ لانه حسبه الكونفيدنس تبع الرول هي عباره عن السبورت تبع مين؟ واي على السبورت تبع الاكس او الكونديشن. مظبوط؟ غالبا انا بكون حاسب السبورت تبع الكونديشن تبع واي مسبقا وحاسب السبورت تبع هذا مسبقا، وبالتالي بس عمليه قسمه الرقمين على بعض. يعني انا اللي وفرته على حالي في اني انا ما احسبش مش كتير زي هناك. هناك انا عشان احسب السبورت تبع الايتم سيت بدي اعمل عمليه احصائيه اجيب كم مره هو موجود في الترانزاكشنز واعدهم واقسم على كم مره موجود. مظبوط؟ فهنا انا الحسبه يمكن فيها توفير اقل. بس عموما الرول القاعده اللي بدي اطبقها عشان اعمل استثناء انه هذا الان هذا الان بتفرع منه أنا هذا الرول الان ايش احتمال يتولد منها؟ طبق نفس الاليه اللي نشيل هذا وحطه هنا. هاي ون كيس صح، هاي البي اجت من الكونديشن راحت على الكونكلوجن، او شيل الاي وحطها وهي هاي الكيس الثاني صح. الان هذه نفسها برضو اجت من هنا لما شلنا الدي وحطيناها هنا صارت بي واي بي واي سي دي. الان هذه النود لما اتولدت من هنا هذه هاي كونفيدنس. ليش عملها؟ معلش ما هو لما هو ببص من هذا الاتجاه بيعتبرش هذه لو كونفيدنس،
بس لما بيجي من هذا الاتجاه هو عارف انها لوكال كومبيوتر بيجيها بيعتبرها انها لوكال. تمام؟ يبقى انا الان اذا لما تتولى لما نعمل جنريشن للرولز بدي افحص الكونسيكونس تبعتهم اشوف الكونسيكونس تبعتهم اذا تحتوي على سبسيت موجود ككونسيكونس ككونسيكونس لوحدة من الرولز السابقه لو كونفيدنس يبقى هو اوكي. فالمره اخرى بقول هاي هذا متولد من ثلاثه بيرنتس هذا وهذا وهذا ولدوا صح هذه النوت لكن واحده بس منهم واحده من النوتس كانت لو كونفيدنس ف ادت انه احنا نستخلص انه لو كان خلي بالك لو احنا بدناش نعمل بروننج ونحسب حنحسب ونلاقي لو كونفيدنس صح ولا لا لو احنا حسبنا على اساس سبورت على سبورت حنحسب ونلاقيه اوكي. فانا عندي واحد طريقتين يا اما بحسبها حسابا يا اما بستنبطها استنباطا من ايش من الكونسيكونس الكونسيكونس تبعت هذه وتبع اي واحد من البيرنتس ما هو له ممكن يكون اكثر من بيرنت عموما. فهذه الاليه اللي في الاخر بينتج عنها مجموعه اللي هو ايش مجموعه الاسوسيشن رولز اللي اقدر استند اليها. طبعا انا بقدر اغير المينيمم كونفيدنس وغير المينيمم سبورت حسب احتياجات الابلكيشن اوكي. بس هنا انا خلص صرت مهمل في اخر في رابع ليفل صار انه لو هو ما شراش شيء او هو لسه ما شراش شيء انا عندي احتمال انه ما يشتري اي حاجه احتمال انه ما يشتري شيء هو برضه فيه لو كونفيدنس هنا صار عندي ايوه صح احتمال انه ما يشتريش ودخل هو ما شراش الصبر نعم هو كون اجت دارك معناتها لو كونفيدنس فهو احتمال ما يشتريش كيف هي هنا دائما حتطلع دائما لانه دائما حيطلع لك واحد من هنا لازم تطلع لك واحد مش هدف لو في النظريه كيف بس هذا مش هذا هيك في لو انه انت هيك صرت متوقع دائما انه البرودكتس اللي انت عرضها اكيد في واحد منهم حينشري لما حدا يدخل المحل صح مش هيك هي احتماليتها عاليه جدا هو صح ممكن يجي لك واحد ويطلع زي ما صارت معي انا مره خشيت في السوبر ماركت وطلعت من الشارع ولا حاجه وصح المحل لحقني لحقنا على الشارع تخيل ومش هو صار المحل لحقني بعت واحد من العمال وهذا الكلام حصل في عمان يعني اخذت السوبر ماركت وطلعت فبعد ما مشيت يمكن 10 متر اللي بلاقي واحد وراي بقول لي استاذ انت صاحب المحل بقول لك انت خشيته والله حصل معي المهم يعني بتحصل بس ايش نادره هي ايش يعني لو كونفيدنس مش معناته انه مستحيله معناتها انها اقل من انه انلايكلي تو هاف انلايكلي بالنسبه لمين بالنسبه للكونفيدنس فاكتور اللي انت حطيته ولا لا ايوه يعني اذا انت حاطط فاعل كونفيدنس فاكتور 90% حتما حيطلع لك ناس كثير من الشهاده اما اذا انت منخفضه حيطلع احتماليه اقل فهي هذه لو كونفيدنس مقارنه بالثريشولد او بالمينيمم اللي انت مثبته في البدايه تمام احنا فهذا هو خلاصه الامر بالنسبه للاسوسيشن رولز واليه استنباطها من الايش من الايتم سيتس ماشي هيك بنخلص والمحاضره الجايه ان شاء الله بنبدا في الموضوع الاخير اللي هو البرنسيبال كومبوننت اناليسيس يعطيكم العافيه